عريس يا باشا يا عمو 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 هنا في مكيف هنا اللي قبله يا امي ما شكل السماء لازم طاوله لا 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 الله برد اليوم جلست اليوم اللهم لك الحمد براء تتذكره؟ بسم الله شفت هذا ما ادري اجيب لك شفت جيلات السلام عليكم والله ما ادري ذكرتها قل ذكري بقول لك انا بعد شيء اطلع خلص يمكن انك فهمت علي بس انت المهم المقصد ايوه ايوه صف من روسكم كذا صف يا رجال احنا نقدح من روس الحمله كفو كفو ايش رايك بالله كفو لا شباب فيهم الخير والبركه اي والله فيهم الخير والبركه الله هلا بالزين اوه انا شكلي هلا بالزين يا هلا والله فنان ها ايوه كنت شفت درسيتك اربعه ايوه قسما بالله كنت اتمنى اني اعد السنه واسولف مع العيال اللي في درسيتك خمسه انا شفتها بالكم كنت اشوفهم باليوتيوب مره سويلم سعيد الشهراني محمد ايوه لا عاد سالم وش اسمه اللي من القصيم شو اسمه اللي من القصيم عاصم محمد الفهيد كلهم تاكين هنا الصبح يسولفون يطقطقون قلت سبحان اللي دارت ايام جلست ها لا لا يطقطقون ايدي اصابعهم كذا على فكره كانوا والله زياد ها يبر على امره اي على امره ايش زيهم ما تدري لا انت بمر الله يا رب ان شاء الله تطلع ان شاء الله ابو كاتم ما ناداني ابو كاتم ما ناداني ترى ما خلت نادي الشباب عشاء الله الخوف على اللي عضله يا عضله تسبب مشاكل ثاني لايني لايني تدري وين هذه من تبدا تبدا من هنا تخيل تبدا من هنا تبدا من هنا وين تنتهي تنتهي هنا ماذا تفعلون بس تخدرتني جاني النوم والله جاني النوم اسمح لي اغسل بغسل ابو عبد الله تعال هنا حبيبي والله عادي بجي بجي بس انشفت رجيلات اليوم والله شفت اليوم نفس الشعور صح والله يا حمودي انا معاكم يا خايف اروح انام بعدين يجي ابو كاتم ليه نمت ها والله طفيت انا انتهيت خلاص انا عايز انام عايز انام عايز انام عايز انام ما عايز انام ايش عايز انام انا عايز انام والله بس فهمت ولا لا بيخلص بس يدك انا لا اكلها يلا بجي في شغل والله يحسوا فيه يعني ما لك نفس تاكل حزين لا لا انا ودي اكلكم كلكم والله العظيم وضع مزري يا رب ونحن باغين يا شيخ ما عندك شيء اعطينا شيء يا اخي شعل الموضوع نبغى شيء فوق فوق ترى زكمان زكمان احلى شيء يطلع فيها قرار حلو يطلع فيها قرار سكن الفؤاد فعش هنيئا يا جسد هذا القويم هو المدد مدد مربك يا مدد لا 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 والله الموال السوداني كذا ما هو ايش فك كلام مني ايش الموال السوداني القديم ده حق ها سدنت اللي تجدو عليك الله محمد ترى وضعك هناك كل زول الزوجة بتاعه ما عندي مره لا بس كذا بس كذا بس وهيب 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 روح هناك ثلاث هناك ما هو لا تجزعي فالحافظ الله اهو انا سلكنا طريق وما هو انا
الله مفرم مفرم الله يذكرك بخير عيد سعودي الله السعيد عيد دوسري الله يعد مجرم مجرم عيد والله مطلع الله مجرم عيد الخبر الظاهر ما ادري والله مكان بس مقبول عيد والله ترى انت لبس تسوي تسوي كذا بس كان عنده مسرحيات اقسم بالله ترى احنا سوالي راجح والله محمد ذكر سوالي زي كذا تعال وريك تعال يا طيب احنا شو وضعه وريك تعال دور دور يا اخي جالس انا لاهي هو سوى كذا اقسم بالله اني خلاص انهد حيلي انهد حيلي طفيت يا رجل انا قلبي تركب تجي شبان لو انك كبت فيه من جيبك رايكم نطبق السياسه الجديده ولا ها هذول كانهم انا اصحابي يا طيب احنا نروح نشوف حاضر يا حبيبي حاضر ترى هذه السياسه السياسه الدايت اللي احنا نسويها عبود من عقب الله علي حمود شلون لا عندهم 5000 طيب يا انا ما ادري بخير يجي بس ما عندهم شوايه انا مشكله شوايه والله شغل ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله والله شغل شغل جامد ما شاء الله من بعيد النوم ها والله شغل ما شاء الله والله شغل النوم تركي اللي ما يبغى ينام لا يدخل الغرفة اي والله اي ضروري اليوم من العقب الله عليك والله كبر ايه امس ضحكنا الضيف اول يوم طبيعي يا ابو سعد والعالم المتضايق والعالم اللي يا مبارك ارجع ورا شوي بس انت وسحب يا ورا عسل يا لا اله الا الله يا الله لك الحمد نعمه والله نعم باسمه وباسم الشباب الله يبيض وجه الاداره وشيخ المندي نعم نعم هاي بيض وجه بكره بعد بكره هاي الخير راح نعطيك سواد عيونك الضباب وش في الضباب الضباب بكره الضباب ها يجيبنا هنا والله يا جماعة كنا برمضان نسوي رياضة على السيكل حبيبي ساعات تقريبا بعد في سلطة أو شطة ومع ذلك نتسحر بدري السحور نص حبة دجاج حنا حوالي 5 بعض الأشخاص أجسام احنا يا رجال لو نسوي رجيم موت صح اسمع موت يختفي لا يا شيخ تدري انا لما اسمع انا لما اجلس عظامي توجعني يا رجل على الارض لما انسد عزوري يوجعني ما في جسم والله كل واحد سوي رجيم زي اليوم اجلس يا اخي بسوي معنا رياضه سوي رياضه موت يخشدني والله والله مكاني مو مو اي انا سعود تزتر ويا لجاويد تزتر حتى جيت مرة جيت لك تلعب حديد قال لي انت ما يحتاج شيء ما في صبا وتشد الشواية خلاص ما عاد بقى شواية بناء انا ابدا تبغى شواية انت ما مضمون هذا الشغل هذا الباقي باقي ملوخية وخبز والدنيا وتوت توت توت انا انا ما اكل خلوا قريب منكم سموا بالله انا مالي فيه بسم الله يا سعودي بس بسم الله ما يوم ترى انا اسحب عليه صح؟ ما شاء الله صح؟ ايه شباب هاي ذنب قدامي ملوخية معلم حركة المركز ابيت الحكمة تنام به كاي مكان تنام فتبي تسولف المكيف امس عرفت كيف اطفيه عشان ما يكون بارد هنا الحين يلا قدام قدام شوف شيخ خلصت الصحن يلا بجيك عطنا وين في ملوخيه صح محمد ايه عطني مويه الحين هذاك هذاك يعتبر جلسه صح عطني مويه يا شيخ ها
مرج انا والله انا مستعد اكل بدون ما منو؟ صور رجليها الحين لو شفته جالس يتألم صحيح؟ جالس يتألم بس ايش علاقة الرجل بالمعدة؟ الشر بالرجل شوف صلى على رسول الله يقوم قسم اوكي اوكي الصيني شوف من فوق شوف هذا مهل الرجل يقول لك كل اطراف جسمك نهاية اعصابه الاعصاب كلها نهاية النهاية طب انا مقطوع رجله يا الله يوفقه شوف ما له نهاية اعصاب هذا الرجل الله يكرمك انا مقتنع طبعا من الكلام العقل هنا بالرجل العقل شو اسمه العروق عروق العقل قصدي ما جازت لك يا لا عروق العقل يا اشياء كثيره بس العقل بالرجل اوكي خلاص لا شو اسمه اوراق العقل هنا مسميها ايش هو اوراق اوفر 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 والله اوفر تمام هنا العقل هنا العمود الفقري حبيبي انا هنا الطحال والكبد تمام وش اسمه بس القولون بطنه القولون اللي قال عندك قولون قال لك؟ ايه كتورة براء من واحد من الشباب اللي جاب لي قولون من؟ ها؟ يقول عندك قولون مشكلة قولون ما تنظر بي ترى ماني شغلة راحة واحد جايب لي قولون اقسم بالله تحس بشيء هنا في تجاوب في تجاوب اقسم بجلال عشان كذا الناس يستخدمون الابر الصينية متعب الصينية. في مكان مؤلم 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 يمسك الضجة الاماكن اللي عندك فيها مشاكل يألمها هذا معدة جدا لا انا عشان عندي الكتف اخيا بس تبي ثوبك اقول لك انا قاعد افرش مكان يا اخي لازم نرتب موضوع الغسيل والله قال عدول واصدع منك على راسك سعود ومعاذ ترى تبون تنامون بالصاله ليه؟ يعني اعطيك مفطار وين تقدر بعد تنام بس اثنين يطلعون ولا يطلعون من تحت لا لا عادي اثنين صاروا اقوياء يقومونك من نص النوم خلاص هذه بالحالة وش اليوم في فوطة صح؟ يمكن تطيح الفوطة اردها عادي بكيف ما والله انا جاي من برا والله الشباب نبغى على الشمال بالوسط بعد كده باقي ضابط رضا طبخها يا اخي ارحم والله ذلك الامر يا اخي والله يا اخي ارحم الامر اي والله مسكين يا اخي انا بدك جاك بتزن اوه هنا هنا يعني ابي ضعفي بس انا ابي لا والله يا اخي اسمه لا اسمه ما ادري ما اعرفه مسكين يا اخي بالعافيه عافيه ليلي ليلي لا 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 على النعمه يا حبيبي النعمه يا خالد النعمه حبيبي حبيبي حبيبنا واحد هنا زبعة شو زبعة ها سبق تسب يعني شو لا ايش سبك يعني لا يعني خبز زبعة يعني يعني معدل لا مهايطي مهايطي زبعة والله لو اشبرك شكل سالفة من كيسه لا والله زي رجال زي رجال يا باشا لازم رز يا شيخ ابو مين ابو مين انت ها ابو دينا عمره ايه ويش دينا ابو دينا عشان ناديك ابو دينا ابو دينا في باقي زي هذا الشيء دقاق ايه دقاق بس نبغى رز رز ماي ماي والله انا جيت باخذ المعاهد يا اخي تشتح نادي واحد شايب باسمه والله يا فلان صح ولا ابو دينا نادي ابو فلان ولا والله مره والله انا ناديه يا شيخ لا اذا مره ينادوا يا عم يا شيخ على اسم المطعم هو هو شيخ ترى لو اتفقنا من هنا الصبح والله ما تقبل لا والله ما بلاش والله والله يحيي احنا عدد كبير والله انك واقف الله يجيك يا مخلد انك واقف يا مخلد وافي وافي وافي
قبل اخويا بعدتكم سلامتكم. والله بعدتكم والله. والله بطل قسم بالله بطل شيء. اسحب هذا الشيء. لحظة لحظة. صلى على النبي. شيء فاضي شيء. تبرز. ايه شو شفتها هلا والله نزل عليه ولا لا؟ اي والله ازعل عليك مشكلتها لان ما هو وقت زعل الحين وقت اكل وقت عيش مشكلتها؟ كان شو مشكلتها؟ ثوم والله انا واحده بوحده ثوم ها؟ حار محصل ايه اسمعوا ابو دين ابو دين يقول قال تعشيت قال ايه قال ترمشت قال لا قال لا فارس ما انت عرمش اسمع لحد كم يقول عرمشت عرمشت لا لا فارس 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 عرشت لا في واحد قال تعشيت قال لا قال ايش عرشت قال تعظمت قال لا ايوه سمعت تعظمت احنا عندنا احنا عندنا تعرشت تعرمشت صح تعرمشت ايه تعرمشت لا عندنا تعرشت لا تعرمشت ابو دينا ماي 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 ابو دينا ابو دينا يا عيني يا ليل يا ابو دينا قول صفق الحين ابو دينا لا يستاهل والله دجاج دجاج خلنا نخلص الحين من اللعب بعد العشاء ما الحين نعمه مش ودنا ها ودنا ما تغني عيال شيخ ما غنيتها وش هذه مغني هذا بالله امسك تحت الرقم بطل ها الرقم بطل نجوع ندقق على الارقام على ها نجوع ندقق على الارقام على الرقم بطل شوف 55 80 20 40 شوف الخروف شفته هذا نقوى نقوى اي متعب عليها ها والله نقوى ابو دينا فين الدقاق يا ابو دينا؟ امسك يا جاسر عشت دقاق ويدام بارد طلع دقاق ويدام صارت 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 عياد الولد ناقل هم حاجه طلع طلع الجب طلع عليها خصم الله يكرمك الله يكرمك لا بس بس ما لا 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 واحدة واحدة بس نص خليه يرجع باقي حرام يا اخي ما ابغى اشرح في الزبالة طيب خلوها تبغونها كملوها واردة هذا يا خبر اليوم ايش؟ احمد ربك اخذ دجاج حطه عنده فراش راجع راجع خذ دجاج حطه عند سرير راجع سريري يا عيال وهيبي تبون تبون دجاج ترى بيه دجاج اعطوا من زايد لازم يا رب شلون صادوك على الموز مراقبين شفتوا مقصتين من هنا عرضوها انا شفت الكاميرا هني هم يلحقونها اي واحدة اللي ما اخذها ولا مجموعة؟ ما يرضاها انت يوم تركض ما حطيت ما اخذت يا اخي موز على المخبار ايش فيكم انتم؟ لا يبقى مخبركم شيء لا مو مخبار الحين سؤال وروح في مقطع فيديو كيف وروني ما يوروني؟ من شاشة عندكم كاتب؟ لا انا قلت الحين يجي حد راجح مثلا احنا انا وياك لو رحت شو بتقول؟ لو رحت والله ما عندنا انا بلا ما بلا ما بلا حتى لو متعلم بيعرض الفيديو لك معليش تقول لا انا لا بس راي وش بيسوي؟ بلا ما بدون تسوي فيها اللي بسم الله عليك انا بالصدق بقول بجيبها بطريقه احترافيه كم عقد دقة؟ ما شفت شفته ولا لا؟ في فيديو والله ما شفته طبعا هذا الفيديو فيديو ما انتبهت يوم هي كم شفت انت واقف معي تضحك معي كيف؟ اوكي السؤال معي انا مريت وجيت ولقيت واحد معه صاحب من شيخ المندي ادري انه صادق ولا مشتري لا انت مزبل جوا انت وياه بدر خالد خلاص تم اليوم شو ايش؟ اخر ناس ما ياكلون ها؟ انتم اصدقائي بالاكل يوميا يا ولد انت اكلني انا بنفسي ما شاء الله تبارك الله خلاص
ايش؟ طيب ما هي مشكلة. يوميا هذا احنا بغروبنا حق الاكل. ايش؟ نفطر سوا ونتعشى سوا. تم؟ ما المعنى؟ انا وانت وبدر ومعاد جماز وخلاص. بس طبعا انا وراجح قطتنا واحدة يعني كل واحد سعود يا حبيبي فكني منه ما شاء الله تبارك الله. لا تسير الرب سعود سوى تحديد للكل ايدام على ملوخيه على دجاج اكلت ملوخيه ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله يزيدك شوف 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 وعزوز اللي صار كيف هنا اليوم تاركني تكفى كيف تخليه قول لي تاكل كثير ايش اسوي ما شفتك ما عاد باكل هذا تام معي يا جف اهم شيء الزبده من بكره في رياض الساعه 10 الصباح ان شاء الله ترى يا عيال طبق ايه ليه تهضم ليه تهضم طبق السنه ها طبق السنه فانتم احوج الى ما في شيء ايه ما والله من اللي يبي اللي يبي بدل ابيك انت الموضوع لو سمحت تنزل طرق مو بطيب ها جيني مكتبي انت شوي هذا الشيبان ممنوع من اللحم نزل لك مكتب هناك يا ابو معين ابو معين انا بعد فتره بكره والله عصير ليمون بعد اللحم قوم عدها يا ابو شيخ عند الدحاح خضيري قال تقال قال هذا وش قال شيخ قال شو يسوي قال يهضر قال كلمه الليمون عندها ابو خضيري 40 يوم ما طب خوفك منه خلني فكري من اللي تكيت انا بنزل كذا حجوب الله يكرمك بالجنة يا باشا نبغى رز ربع صحن ما شاء الله انا بارد خلصت بدر خلصت من هذا ولا باقي شكرا يا باشا ابو شكرا كل شيء عندك بارد ولا حار بارد قريب ثلج والله بارد ثلج يا لله والله يكون كم مره كم سمع قال ولا ينتظر ينتظر اليوم بلاش بكره فلوس زبده ثلاثه ما فيها مويه شو وضعك اللي فاضي الحمد لله الله عليك لو اني ذك من توجهك انست تمام يا ربع زبنه وخبز زبنه خبز زبنه خبز جيبوا الله يسعد شحوفك يسر المصير زبنه شارك كذا كنا وش الاتصال اللي تقول؟ لا خطوه ولا عدد اتوقع اتصال بيكون او ايش نفته اصفر ولا انت اللي مسويه؟ اي اتوقع ايش دراني؟ ماني عالم ما تفيد منه مسوي لفته ها؟ لا بلا عرق يا رجال بلا لفته بلا هون كلها 10 دقائق يا شيخ وش اللي 10 دقائق 10 دقائق تدري تنام من الهواء الهواء بعد ما يخلص الهواء 10 دقائق قعدت لسابعنا لا احجوبه طيب شباب غسلوا توجع على الصاله شباب 6 دقائق ابدا توجع الصاله على طول مباشره بالله واحد نبه اللي قدام تكفون يا محمد محمد ربحت اللي عندي خلاص جبيري استنى الكنترول والله خام بالعافيه باقي في عصير يا ابو الله يتعب احنا شباب والله نريح روح يا بدر قلبي بدر هذا حرام تنقط عصير ولا اي شيء ها اي شيء والله يتعب رجال تبون العيش تبي العيش كابتن ها عيش ايش لا 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 بس والله انا ترى انا اقدر النعمه اعطاني يلبس نظاره نبي ولا كبه قرار ترى مفروض اي واحد ناقشه يخصم عليه ايوه ابغى يوم اقول له مخصوم هو يناقش لا يا اخي ما يخصم كذا يسال سلام ليش تاخر عادي في مويه غير بارده يعني زي انت شربت له بارده هذه بارده صار انا حسيت انه هو مخصوم
بارده عشان جيت انا على التجوز حرام الحمد لله ما تكون بارده بس عوانات ايه اما العوانات هذه سياسه يا حبيبي ما شاء الله عليك يا سعود يلا شرف جيت حافي جاني هم انا اصادمك ارضي يدي كذا كذا علمك يعني مثلا لو كان سلوبك سيء تدبلها ها حبيبي اوه لا اعدام كذا قابلني اقوم 10 الصباح عقب العشاء يجيني ابو كاتب ليه ما دخلت النهارده ليه وكذا يومك يا ابو ويومي كل يوم كذا لين ما اطلع برايم يا الحبيب البارح سوى لي مساج اسف بس سلم لا هنت عبد الله ارجع الله يعطيك العافيه باشا ما قصرت والله ارجع الكنترول قايل لي ها الكنترول قايل لي هذا الشيخ انا عارف ما اعرف الانسان ما ولا حرف من راسه هذا ازعج ازعج والله جو جو ايش جوك انت والله صوت مرجك عرفته